نظمت وزارة شؤون الإعلام مساء أمس وبالتعاون مع جمعية العرض البحرينية ومجمع سيتي سنتر عرضة شعبية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة محبة واعتزازا وتقديرا لما للمملكة العربية السعودية من مكانة في قلوب أهل البحرين، ولما يجمع بين البلدين البحريني والسعودي من تلاحم ووحدة مصير. وقد تم خلال الاحتفال عرض شيلات وطنية خاصة بهذه المناسبة التي تترجم محبة أهل البحرين للسعودية قيادة وشعبا، قدمتها جمعية العرض البحرينية أعجبت كل الحضور الذين عبروا عن اعتزازهم بمشاركة المملكة البحرين المملكة العربية السعودية الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة والغالية على كل بحريني وكل خليجي وعربي، باعتبار أن السعودية مركز الاهتمام لمكانتها السامية وخصوصيتها الدينية لأكثر من 2 مليار نسمة في العالم. وفي هذا السياق قام تلفزيون البحرين بتغطية شاملة ومباشرة لهذه الفعالية في إطار احتفال وزارة شؤون الإعلام بهذه المناسبة، تضمنت برامج متنوعة عكست العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشمل هذه العلاقات المتميزة عبر التاريخ في كل جوانبها. إلى ذلك استضاف تلفزيون البحرين عددا كبيرا من الضيوف والشخصيات السياسية والأدبية والثقافية والفنية والدينية والاجتماعية من أعضاء السلطة التشريعية ومن المسؤولين في مجالاتهم المختلفة، تحدثوا عن طبيعة وخصوصية العلاقات المميزة بين البلدين وانعكاسها على كافة المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية وتلك التي تتعلق بالأمن القومي للمنطقة الخليجية والعربية. من جانبهم عبر حضور هذه الفعالية عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة، حيث رفعوا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنين لهم دوام الصحة والعافية والمملكة العربية السعودية دوام التطور والتقدم تحت قيادتها الرشيدة. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب البحرينيين ازدانت أمس مجموعة من المباني في مختلف مناطق البحرين باللون الأخضر. ويأتي هذا تعبيرا عن مدى الترابط والتآخي الذي يربط المملكتين والشعبين الشقيقين، وقد زين اللون الأخضر الذي يرمز إلى علم المملكة العربية السعودية المباني في العاصمة المنامة ومناطق أخرى من المملكة ابتهاجا باليوم الوطني السعودي، وتعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية والمحبة الصادقة بين الشعبين البحريني والسعودي. هذا وتشهد البحرين عدة فعاليات أقيمت بمناسبة اليوم الوطني السعودي والتي حضرها العديد من المواطنين وضيوف المملكة الذين عبروا عن صادق تهانيهم للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وأمنياتهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من الازدهار والتطور والرفعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.